مساء الخير عليكم، معاكم دكتورة نس ماسر، دكتورة تغذية علاجية وعلاج نحافة وسمنة، وهنجاوب النهاردة على سؤال مهم جدا مع نص الدنيا. سؤال النهاردة: ايه العوامل اللي تقلل معدل الحرق للجسم او تقلل استجابة الجسم للتخسيس؟ العوامل دي عوامل كتير جدا ومننا للأسف كتير بنقع فيها. اول حاجة تقليل الوجبات، ان انا ابقى بخرج اليوم كله ما اكلش اي حاجة خالص واروح اخد وجبة كبيرة متكاملة بالليل، ده في حد ذاته كافي جدا ان هو يقلل معدل الحرق، والمفروض ان انا كده كلت اقل، بس عشان انا ما كلتش على مدار اليوم في المواعيد الصحيه اللي المفروض اكل فيها، ده لوحده قلل معدل الحرق بتاعي. تاني حاجه ان انا اهمل شرب الميه، ما اشربش كميه الميه المطلوبه واقول انها مش مهمه او مش فارقه، دي بتاثر جدا على الميتابوليزم او معدل الحرق بتاع الجسم. تالت حاجة إن أنا يكون أكلي حتى لو قليل مليان دهون مصنعة أو دهون مهدرجة أو جانك فود أو الكلام ده، الحاجات دي مش بس ضررها مش بس إن هي فيها كالوريز، طب ما أنا ممكن أكل منها كمية قليلة جوه سعراتي الحرارية بتاعت اليوم، مشكلتها إنها مكوناتها نفسها مضرة ومعظمها الجسم مش عارف يتعامل معاها، هي حاجات صناعية تماما الجسم بيخزنها زي ما هي كده، فللأسف إنها بتأثر على معدل الحرق، بتأثر على صحة الجسم العامة، ونلاقي نفسنا بنواجه حبوب ومشاكل وعلى المدى البعيد كوليسترول ومشاكل كتير تانية بتيجي من أكل الجنك فود حتى لو أنا ما عنديش سمنة. ونتقابل في فيديو جديد ونصيحة جديدة مع نص الدنيا.